بالمرصاد. القبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الإنفيتامين المخدر. القبض على مقيمين من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية السورية بمنطقة القصيم لترويجهم مادتي الحشيش والإنفيتامين المخدرتين. القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في محافظة صامتة بمنطقة جازان لترويجه مادة الإنفيتامين المخدر. القبض على مقيمين من الجنسية البنغلاديشية بمنطقة الرياض لترويجهما أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. القبض على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.